واحد برضو اللي بيلعب، هو مش حسام ولكن واحد من اللي كانوا بيلعبوا مكان كابتن انيس، نشوف قال ايه ونرجع نكمل. يا انيس وحشني يا انيس، والله من احسن الناس اللي لعبت معاها طبعا في النادي الاهلي، وشرف ليا اللي انا لعبت جنب انيس بوجلبان نجم كبير. بتمنى لك كل التوفيق في حياتك، وانت انسان وشخص جميل. سعيد اني لعبت معاك واني عرفتك من الناس التوانسه المحترمين جدا، اللعيبه الكبار اللي حققوا في النادي الاهلي بطولات كتيره وكان ليهم بصمه في نص ملعب النادي الاهلي، وانا اتشرفت كاينه اللي انا لعبت جنب انيس بوجلبان. بتمنى لك كل التوفيق يا حبيبي، وانت من الناس المحترمه وانت في بلدك التانيه طبعا في مصر، ان شاء الله دايما موفق ونشوفك في احسن حال وتحقق بطولات كتيره زي ما كنت لعيب، نشوفك كناحيه اداريه ان شاء الله محقق كل البطولات. حبيبي واخويا انيس بوجلبان، معتزين. لا اينو ده قصه، اينو ده جميل. من احسن الناس، من اطيب الناس، وبصراحه يعني اينو من الناس اللي بتواصل معاهم على طول، لانه انسان بيدخل قلبك بصفه رهيبه يعني بصراحه. نتمنى له حتى هو التوفيق، عارف انه مدير فني دلوقتي، مدير فني، وان شاء الله يعني اكيد كما كان لاعب مميز، وان شاء الله باش يكون مدرب كبير، لانه اينو عنده كل المواصفات يعني كلاعب ولا تو حتى كمدرب، لانه فنيا لعيب مميز جدا، تكتيكيا كيف ما شاء الله على تسديدات اينو يعني من اخر الدنيا بيجيب اجوان. فنتمنى له كل توفيق، وطبعا يعني من الناس القريبه جدا ليا اينو. انيس الفتره دي كان في مجموعه كبيره جدا